بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط. زي ما عرفنا نعمل كتاب ونألف ونبيع كتاب ونربح منه، وزي ما عملنا فيديوهات تحفيزية زي الأجانب، وزي ما تعلمنا بدون خبرة ولا معرفة بالكتابة ازاي نتعلم التسويق بالعمولة عن طريق المحتوى وغيرها الكثير والكثير. النهاردة معانا شيء لن تصدقوا، الكثير يرغب في إنشاء قناة أجنبية إنجليزية، لأن القناة الأجنبية أرباحها كتيرة جدا، ولكن ليس عنده لغة ولا عنده موضوعات وإزاي يجيب موضوعات وإزاي يعمل الفيديو. هوريك أنا حاجة لن تصدقها، شاهد هذا الفيديو. شايف الفيديو اللي قدامك ده؟ ده فيديو بيتكلم عن تاريخ كرة القدم، تاريخ كرة القدم بي أنا لسه عامله دلوقتي وبرفعه على قناة عندي على الديلي موشن، وده موقع شبيه باليوتيوب وممكن نشرحه في فيديو قبل كده. ده تاريخ كرة القدم وكأس العالم بالذات. زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف الفيديو جميل جدا، هو أكثر من رائع، وانت لن تتعب اطلاقا وبدون خبرة. هنتعلم دلوقتي ازاي نخلي الموقع اللي معانا النهاردة يعمل لنا الفيديو، وايضا يجيب المحتوى ويكتبه، وما علينا اللي احنا في خلال دقايق معدودة بنحصل على فيديو زي اللي احنا شفناه قدام حضرتك. اول حاجة معانا النهاردة هذا الموقع الاكثر من رائع، هذا الموقع اللي معرفوش اسمه كاب كات، وهو اسم ايضا لبرنامج على ما اظن برنامج مونتاج، ولكن هذا الموقع اللي معنا اسمه هو استخدم الذكاء الصناعي، ممكن تعمل منه جميع كويس اشياء لن تخطر ببالك بالذكاء الاصطناعي. فلو انت ضغطت على قول هنا هتلاقي عدة اشياء كثيرة جدا عن الفيديوهات وعن الذكاء الاصطناعي، وايضا عن ده مخصص للفيديوهات والصور، وده مخصص للصور، كل ده اشياء مخصصة للصور، وغير ده للبيزنس، تصميم تيشيرتات وصور تصميمات وترويج لمنتجات. يعني طبعا الموقع صعب جدا ان حد يشرحه في فيديو، ولكن احنا لما نضغط على الموقع هنتعامل مع كرييت ويز اي اي. وبما اننا هنعمل فيديو اللي احنا شفناه فهنختار اللي هو سكريبت تو فيديو، يعني اعمل لي سكريبت واعمل لي فيديو، وضغطنا على سكريبت تو فيديو هيحمل معانا صفحة جديدة خالص زي ما انت شايف كده، بيقول لك جينيريت فيديو سكريبت. انت هنا بقى انت عايز تعمل الفيديو بتاعك عن ايه او هتتكلم عن ايه. للملاحظة هذا الموقع لا يتعامل مع اللغة العربية لحد الآن، يعني عشان نبقى متفقين. طيب هنروح للترجم عادي جدا وهنكتب له زي ما كتبنا له كده في الفيديو اللي انت شفته، اصنع فيديو عن تاريخ كأس العالم لكرة القدم، وترجمنا باللغة الإنجليزية، وده عمل لنا السكريبت اللي هو الموضوع الكلام اللي انت شايفه ده، عمله لنا وعمل لنا الفيديو. لو حبينا نكتب موضوع تاني عن اي شيء انت عايزه، وليكن مثلا عن الربح، اصنع فيديو عن الربح من النت، وهنبدأ نترجم له. ادي اللغة العربية وهو هيجيبها لنا، هيترجمها ترجمة جوجل او اي ترجمة هيجيبها لنا باللغة الانجليزية، وهناخدها كوبي بمنتهى السهولة جدا، وهنروح على الموقع بتاعنا الجميل ده وهنضع هنا نقول له اصنع فيديو عن الربح من النت، وبعدين هننزل لتحت
هننزل لتحت هنا، وهنا بيقول لك اللي هيتكلم مين عندك. ده كل الناس، ده لو حبيت تختار صوت رجل ميل من هنا، لو حبيت تختار فيميل، وهو هنا فيميل جايب لك جيسي او جيسيا الموجودة معانا. ايضا انت عايز تعمل الفيديو عايزه بالطول ولا بالعرض، اللي هو 9 و6 زي على الفيسبوك، وهنا 9 على 16 ده بيبقى للتيك توك واليوتيوب والانستجرام، وال1 لـ1 ده بيبقى على الانستجرام واللينكد ان والفيسبوك. فاحنا هنقول له مثلا احنا عايزين فيديو لليوتيوب مثلا، ونختار 6 على 9، وهنبدأ نقول له هنا جينيريت، نقول له هنا ايه جينيريت. فهنا بيجيب لك الصفحة دي بيقول لك جينيريت فيديو. انت عايز تعمل جينيريت فيديو ده، انت هتضيف ميديا من عندك وعلى السكريبت انت اللي هتعمله بنفسك، ولا انا اللي هعمل لك الفيديو وهضيف لك الصور وهضيف لك كل حاجة. اقول له لا انت اللي هتعمل لي كل حاجة، اقول له جينيريت. هبدأ هو زي ما انت شايف كده بدأ يعمل الفيديو. ممكن في الاول يعمل لك فيديو ثواني معدودة، ثانيتين ثلاثة يوريك، ولكن لو عمل معاك كده هترجع وتعيد السكريبت تاني كويس، وهتشوف دلوقتي هيحصل معانا ايه. شوف أداة الفيديو، عمل لنا فيديو، هو بيعمل معالجة دلوقتي للفيديو، عمل لنا فيديو 3 ثواني، عمل لنا فيديو 3 ثواني. الفيديو ده اللي هو عامله بيوريك ازاي هترجع هتضغط على edit script go back، ارجع ورا تاني، وهيبدأ هو نكتب له تاني ونحاول معاه للمرة التانية. خلاص احنا اقتنعنا بالكلام اللي هو قاله، وهيبدأ يعمل لنا فيديو بحجم السكريبت، فاحنا ما شفناش السكريبت اللي هو كتبه، هنشوف دلوقتي السكريبت. الفيديو جايبه 6 ثواني فقط، لا احنا عايزين فيديو اكبر من كده. نرجع تاني هنرجع تاني وهنكتب، عايزين يكتب لنا سكريبت، نضغط على القلم ده كده وهنقول له هنا السكريبت بتاعنا، بيقول لك عايز تكتب ايه، فهتقول له اعمل لي سكريبت الاول كده عن الربح من الانترنت. ادي السكريبت كتبه اهو، ده اللي هيعمل لنا عليه الفيديو، ده اللي هيعمل لنا عليه الفيديو. وبعدين هنقول له كونتينيو، وهنختار ان هو اللي يعمل الصور وهو اللي يعمل كل حاجة. وهنا الفيديو بحجم الكلام اللي هو انت شفته ده، السكريبت اللي قدامك ده هيبدأ يعمله. هتنتظر 1 دقيقة 2 على ما يخلص، وفعلا هنا عمل لنا فيديو 2 دقيقة و6 ثواني، وبدأ الفيديو يشتغل زي ما انت شايف كده. بيبدأ هو هنا يشرح لك طرق الربح من الانترنت، والسكريبت اللي جابه بالصور وبالكلام اللي انت شايفه كده. فيديو في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، بيتكلم عن الافلييت ماركتنج، هنا عشان ما نطولش الفيديو هتبدأ عايز بقى احمل الفيديو ده، فهتقول له اكسبورت، تبدأ تصدير الفيديو. بيجيب لك الصفحة دي بيقول لك الفيديو ده اسمه ايه وعايزه بريزوليوشن 720
ولا 480 ولا 360، هنسيبه زي ما هو، ولا حتى 1080، يعني جايب حاجة عالية جدا. فهندخل نجيب العنوان بتاعنا، هنقول له make video about، لا هنقول له هنا make money، هناخد من هنا كده ايوه الربح عن طريق الانترنت، هنكتب له هنا الاسم ونقول له اكسبورت، هيبدأ تصدير الفيديو. وبعدين هنبدأ بعد كده نحمل الفيديو بتاعنا تماما كده، هيبدأ هو اهو اكسبورتنج فيديو، هيبدأ يحمل دقيقتين ثلاثة بالكتيرة هيخلص تحميل الفيديو. نقف شوية كده الدقيقتين ثلاثة دول عشان ما اطولش الفيديو. بعد ما يخلص بقول لك انت ممكن تعمل له شير على التيك توك من هنا مباشرة، او على اليوتيوب، او على شير على اليوتيوب بشورت، ولا عايزه على الفيسبوك في جروباتك. لا احنا بنقول له، او الاضمن بقى ان احنا بنقول له داونلود، عايزين نحمله على الكمبيوتر عندنا ونعمل اللي احنا عايزينه فيه. فده بدأ يتحمل معانا اهو فعلا اهو تحت اهوت، هنسيبه برضو دقيقة لحد ما يكمل تحميل. الامر كله من بداية الفيديو او من بداية ما تطلب منه لحد ما تخلص لا يستغرق منك 7 8 دقايق 10 دقايق، ولكن طبعا احنا بنشرح وبنقف في الشرح. خلاص ادي الفيديو بتاعنا اهو، ادي نفتح الفولدر اللي حامل فيه، ادي الفيديو بتاعنا تمام مفيش اي مشكلة. ننزل كده ونبدأ نفتح الفيديو ده على ال في ال سي ميديا ونشوف الفيديو بتاعنا وجماله. هذا الفيديو بتاعنا نقاء صورة ترجمة كل ما يخطر ببالك، فيديو ماشي تمام. نسرع الفيديو كده، شيء أكثر من رائع، شيء فعلا أكثر من رائع. تاخد الفيديو بعد كده وبتحمله زي ما أنت عايزه في أي مكان أنت تريد. في النهاية لو أنت وصلت معايا كده وما عملتش شير، يا ريت تعمل لنا شير ولايك للفيديو، وما تنساش متابعتنا وفعل زر التنبيهات حتى يصلك كل ما نقدمه على هذه القناة شرح بسيط من معلومات. بشكركم جميعا، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا وإلى اللقاء.